بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أقسام الشرك ثلاثة: شرك ذكي أنا ما سديحة كرن كرن تا إياه، شرك أكبر قد شركي، وشرك أصغر عند شركي، وشرك خفي اللي فهم شركي إياه. شركي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: أسد يحكر وكر ماي. فالشرك الأكبر كرد شرك خفي ما يوجب حبوط العمل. سهذا يتبدي إسلام تبدي الدرة ذيك ودري دوه قدوم لبه يم عن تاما كاك بيسه يم كاك باتم واجبك تكيثا شركي، والخلود في النار لمن مات عليه. تو بتكا هو شركة الدرة به النمو غير الوارة غير لكك وارة يم شركي، كما قال الله تعالى يلي سبحانه وتعالى كهينا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يلا تا كده شركي هقليه نكي لحبط عنهم كينك بيلي ما كانوا يعملون أبها أقصدينهم دوما بتينهم معنا يلي قرر سجل من كل عنام كيه وشركي أخذ كينك بياه يلي قرر لي فيسو كاهي. وقال سبحانه غيري آيات الرب سبحانه وتعالى يامها ما كان للمشركين مشركينه مدعتا متنقبيا كينك ما عمبالنتا أبنك تكي قبل كينك ملي أن يعمروا مساجد الله يلي مساجد لسانم شاهدين على أنفسهم بالكفر أسن يلي حينينيم سن سماعتا ورسك النون مسن سماعتك يلي برادي يلي غريل جنه رسايا مرا ما يكاناين مكين مانوي أولئك حبطت أعمالهم تومري ما يلحنه يمري مشركين الكفرة إنكه كن تعمو منكه بيتهاي وفي النار جرها الدلا هم فيها خالدون في الدلا وارلونه إيه رب سبحانه وتعالى. وأن من مات عليه شرك ربه النمو فلن يغفره له يلك أهام حبا إلا ربك عتك. والجنة عليه حرام جنة كالا يلي حرام أباه، كما قال الله عز وجل يلا كهين إن الله يلي لا يغفر أن يشرك به لا تقله نكي محبا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكرهمي يسفر مرحبا زنبه تيد مردنا يدردينكي يسفر مرحبا حبا يسفر مرحبا الذي قالها. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار يلا تقله ينملو يلي جنة حرام باه جركي برابا. وما للظالمين من أنصار ظالمين الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها يلي أبيهن يولي انكتو سيكلي أغلقا ثانا يولي عبدين يلي غير مركال لي عبده تمره توحتك ظالمين بل من أشد الظلم قد ظلمك كيانا تو ظلمي تو مري أنصار ملي كن حتى يمر ملي بيرا يلا كن حتى مري مانا. ومن أنواعه هو قد شركك عينة تكتنمي دعاء الأموات ربي مرك اللحان ماي والأصنام سنمتي ديتي سن محسيني عبدين مي والاستغاثة بهم حتى الدفران ماي والنظر لهم أربرة حلان ماي والذبح لهم سعك هسقادينمي ونحو ذلك ونحل هيتهتمي. هذا كله محرماي بل قد شركي فديم سنه تنكيني أكيد حبيب إن شاء الله تعالى.